رجال الأمن هم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين، يبذلون من أنفسهم لراحة الآخرين، وفي أيام العيد لم يتأخر رجال الأمن عن تواجدهم على الواجب، وكان لهم الدور الأبرز في الحفاظ على الأمن وتسهيل حركة السير. العيد يرسم البسمة على الشفاه ويعمر الوقت بالفرح والبهجة، إلا أن هناك رجالا آلوا على أنفسهم حفظ الأمن وحماية الوطن، عازمين على مدار اليوم والليلة أن يبسطوا الطمأنينة بين نفوس المواطنين والمقيمين، ساهرين على راحتهم في الأوقات والمناسبات كافة، سواء في الأعياد أو غيرها. فعلى مختلف الأصعدة التي يعمل من خلالها رجال الأمن، يمر يوم العيد كغيره من أيام السنة، أداء للواجب واستجابة لكل نداء وتحت أي ظرف أو حين. أن العمل في غرفة العمليات الرئيسية يكون على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. احنا طبعا سوينا ترتيبات أمنية مناسبة حق إجازة عيد الفطر المبارك، كثفنا عدد الدوريات وزعناها على جميع محافظات المملكة بطريقة مدروسة، بحيث أن احنا نقدر نتمكن أن نستجيب حق البلاغات بأسرع وقت ممكن. عملنا في غرفة العمليات الرئيسية أن احنا نتلقى جميع أنواع البلاغات على خط الطوارئ 3 تسعات، سواء كانت قضايا عادية أو الخدمات المجتمعية، وتم توزيع الدوريات للحفاظ على الأمن في مملكة البحرين حق المواطنين والمقيمين والسائحين. في الختام احنا نوصي الجمهور الكريم بعدم التردد بالاتصال على خط الطوارئ 3 تسعات لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن أي شيء مثير للشك والريبة. طبعا ترتيباتنا حق إجازة عيد الفطر المبارك تكون ترتيباتنا الاعتيادية، وهي تكثيف الدوريات على جميع محافظات المملكة، وخصوصا في المناطق على الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية والحيوية. ولا يختلف الأمر بعيدا عن رجال الدفاع المدني وتأهبهم المستمر انتظارا لأي طارئ أو حادث ما. احنا في الإدارة العامة الدفاع المدني بنكون الحمد لله على تم استعداد مباشرة جميع أنواع الحوادث والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن، سواء في الأيام الاعتيادية أو المناسبات أو في الأعياد. والحمد لله لم تلقى في العيد لبلاغات بليغة، الحمد لله كانت سوى 4 بلاغات بسيطة، ونأكد إن شاء الله أن الدفاع المدني على تم الاستعداد على مدار الساعة للحوادث وأي نوع من أنواع البلاغات. وعلى ضفة أخرى، الأمر سيا لرجال المرور، حيث الانتشار المكثف سعيا لتسهيل حركة السير وتفاديا لأي اختناقات مرورية محتملة قد تشهدها شوارع المملكة. إن الإدارة العامة للمرور قد أعدت خطة متكاملة وذلك لتسهيل انسياب الحركة المرورية وتوزيع الدوريات في المناطق المتوقع أنها قد تكون هناك ازدحامات، مثل معبر جسر الملك فهد الذي يربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، بالإضافة للمنتزهات والمجمعات وتكثيف شوط الراجلة في هالمناطق اللي تم ذكرها. والحمد لله أن نسبة الحوادث في فترة أول أيام العيد كانت نسبة بسيطة، وإن شاء الله أتمنى من إخواننا السواق أنهم يلتزمون بالقواعد المرورية ويتجنبون السرعة العالية، تجنب المخالفات ويحافظون حق سلامتهم وسلامة إخوانهم في استعمال الطريق. وبذلك تكتمل صورة الجد والمثابرة والإيثار، فالمواطن بين أحضان أهله وأحبابه وبين فرحة العيد وأصحابه، ورجل الأمن صامد على أهبة استعداده حفظا للوطن.